الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم نستكمل الحديث في المساله التاسعه من مسائل كتاب التقليد من كتاب منهاج الصالحين لسماحه السيد السيستاني مدة ظله ذكرنا في الدرس السابق صورتين من صور هذه المسأله وهي صوره الاختلاف بين فقيهين في هذا المثال الذي تقدم الحديث عنه بينهما في حكم الزامي وكان هذا الاختلاف من قبيل اشتباه الحجه باللا حجه وكان معه كان يقترن معه علم اجمالي منجز وذكرنا انه في حاله العلم الاجمالي المنجز لا بد من الاحتياط في العمل بين الفقيهين وذكرنا مثال القصر والتمام ثم بعد ذلك انتقلنا الى الصوره الثانيه وهي صوره دوران الامر بين المحذورين حيث أنه قلنا في حالة دوران الأمر بين المحذورين بحيث كان الفقيه أليف مثلا يفتي بحرمة شيء معين والفقيه باء يفتي بجواز هذا الشيء ذكرنا مثال أنه المريض مثلا كان عنده دواء نجس أو عفوا متنجس وكان هذا الدواء بنظر أليف يحرم شربه، وبنظر باء أنه يجوز شربه ما دام مريضا، أو العكس كما ذكرنا في الدرس السابق. بالنتيجة أحدهما يفتي بجواز شرب هذا الدواء بالنسبة للمريض والآخر يفتي بحرمة شربه بالنسبة للمريض لأنه متنجس وليس طاهر ولا يجوز شرب المتنجس بحسب رأيه حتى بالنسبة إلى المريض ففي مثل هذه الحالة لا يمكن للمريض أن يحتاط ويجمع بين الشرب وعدم الشرب هنا يعني محذورين غير قابل للاجتماع فلا يمكن الاحتياط بالجمع بين الرأيين أه ومن الواضح في مثل هذه الحالة كما أفتى هنا سماحة السيد مدظله بأنه يتخير بين الرأيين بين الفقيهين إما يقلد أه الذي يقول بأنه يحرم شربه فيمتنع أو يقلد من يقول بجواز شربه فيشرب. وإذا كان أحد الفقيهين أعلم من الآخر بنحو الاحتمال، يعني يحتمل المكلف أن أحدهما أقوى علما من الآخر، أعلم من الآخر، احتمال أعلميته على الآخر أقوى، فحينئذ لا بد أن يقلده ويقدمه في التقليد على الآخر. بقي الحديث في الصورة الثالثة، الصورة الثالثة قال سماحة السيد هنا: "وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل"، غير الموردين ما هما؟ يعني غير حالة الاقتران بالعلم الإجمالي المنجز، وغير حالة دوران الأمر بين المحذورين، فهو صورة ثالثة وأمر ثالث، فالصحيح هو التفصيل. أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللا حجة في الأحكام الإلزامية يعني في هذه الصورة كما أشرنا إلى ذلك في السبورة حيث ووضحنا الصورة الثالثة بأنه في حالة الاختلاف بينهما في الأحكام الإلزامية بحيث ولم يكن هناك علم إجمالي منجز ولا دوران بين المحذورين فحينئذ لا بد من الاحتياط ويذكر هنا سماحة السيد تفصيل هذا الاحتياط يقول فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللا حجة في الأحكام الإلزامية سواء أكان في مسألة واحدة يعني كان الاختلاف بينهما في حكم إلزامي وفي مساله واحده فقط لم يختلفا في باقي المسائل، فقط في هذه المساله الوحيده حصل اختلاف بين الفقيهين، وكان كلاهما يفتي بحكم الزامي على خلاف ما يفتي به الاخر، فيذكر مثال هنا سماحه السيد انه اذا كان احد الفقيهين يفتي بوجوب الجمعه في يوم الجمعه مع توفر شروطها الشرعيه وفتواه بوجوب الجمعه بنحو التعيين ولكن اي تعيين يعني ان المكلف يحتمل معه التخير والاخر يفتي بوجوب الظهر بوجوب الظهر في يوم الجمعه وعدم صحه الجمعه حتى لو توفرت الشرائط التي يشترطها الآخر ففي مثل هذه الحالة ماذا يفعل هذا المكلف هل يصلي الجمعة أو يصلي الظهر يقول هنا لا بد من الاحتياط ما دام المكلف يحتمل أنه من أفتى بتعيين الجمعة أو من أفتى بتعيين الظهر هو يحتمل في حقه الحكم الواقع أن يكون بنحو التخيير قد يكون المكلف مخير بين الجمعة والظهر فحتى يتأكد المكلف من أنه يفرغ ذمته فيحتاط كيف يحتاط؟ يصلي الجمعة والظهر فيصلي مثلا أو الجمعة أولا ثم بعد ذلك يصلي الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر وهذا لا مانع منه يمكن يمكن الالتزام به ولا محذور فيه ففي مثل هذه الحالة لا من الاحتياط كما أشرنا قال وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللا حجة في الأحكام الإلزامية سواء اكان في مسالة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري. كان هناك احتمال الوجوب التخييري، قد يكون ذكرنا احنا هذا المثال في حالة دوران الأمر بين المحذورين. قلنا هناك إذا كان التعيين للجمعة والتعيين للظهر على رأي الفقيه الاخر بحيث يحرّم الطرف الاخر تعيين بحيث لا يوجد احتمال التخيير بين الجمعه والظهر. هناك كانه سيكون هناك محذوران فالمكلف اما يصلي الجمعه او يصلي الظهر بحيث انه يجزم يجزم بانه اذا صلى الجمعه فالظهر اذا كانت الجمعه واجبه فالظهر محرمه او اذا كانت الظهر محرمه فالجمعه واجبه او العكس اذا كانت الظهر واجبه فالجمعه محرمه وهكذا ذكرنا ذاك المثال السابق هناك فرقه انه لا يوجد اي احتمال للتخير للوجوب التخييري اما هنا افترضنا أنه كلاهما يفتي، كلاهما يوجب، كلاهما يو... عنده حكم إلزامي بوجوب الجمعة والآخر بوجوب الظهر، ولكن هناك احتمال آه بأن... أنه في... بالنسبة إلى الحكم الواقعي قد يكون آه هو التخيير بين الجمعة والظهر، فيمكن للمكلف برجاء المطلوبية برجاء إدراك الواقع المطلوب ان يصلي الجمعه والظهر فيجمع بينهما والاحتياط في مثل هذه الحاله حسن ولا باس به كما ذكرنا هذا اذا كان الاختلاف بينهما في مساله واحده واما اذا كان الاختلاف بينهما في الاحكام الالزاميه في مسالتين او اكثر من مسالتين ففي مثل هذه الحاله يقول ايضا سماحه السيد يقول لا بد من الاحتياط لنفترض مثال انه اذا كان احدهما عنده حكم الزامي يفتي به كما لنفترض هذا المثال انه في مثال الصوم ذكرنا او يذكر في محله ان الصائم يحرم عليه الارتماس بالماء اثناء صومه لانه يوجب بطلان الصيام في شهر رمضان مثلا كان صائما لا يجوز له ان يغتسل غسلا ارتماسيا ان يرتمس بالماء فيفتي اليف مثلا بانه يحرم الارتماس ويوجب بطلان الصيام بينما الاخر يرخص في الارتماس ويقول انه هو مجرد مكروه وليس محرما فهو يرخص في ارتكاب الارتماس بالنسبه الى الصائم فاذا في مساله واحده احدهما يفتي بحكم الزامي وهو تحريم الارتماس والاخر يفتي بحكم ترخيصي في نفس المساله فيجيز الارتماس وان كان مكروها مثلا هذه المساله بينما في مساله اخرى ماذا يكون رايهما العكس انه اليف الذي كان يفتي بحرمه الارتماس في مساله الصيام هو نفسه في مساله الاقامه مثلا في الصلاه في مساله الاقامه في الصلاه هو يقول ان الاقامه في الصلاه مستحبه وليست واجبه الاقامه قبل الصلاه من الأمور المستحبة المؤكدة الاستحباب ولكنه يجوز تركها ولا يجب الالتزام بها ففي مثل هذه الحالة المكلف بينما يعني بينما الفقيه الآخر باء كان يقول بأنه الإقامة قبل الشروع بالصلاة من الواجبات ولا بد من الالتزام بها فحينئذ انعكس الحال صار الفقيه باء عنده حكم الزامي في هذه المسأله وهي وجوب الاتيان بالاقامه قبل الشروع بالصلاه بينما هو نفسه الفقيه باء في مسأله الصيام كان عنده حكم ترخيصي وكان يجيز الارتماس بالنسبه الى الصائم ويقول بأنه مكروه فقط ونفسه الفقيه ألي في مسألة الصيام كان يفتي بحرمة الارتماس بالنسبة إلى الصائم ولا يجيزه وهو هنا في مسألة الإقامة مثلا في الصلاة يقول بأنه من المستحبات ويرخص للمكلف أن يترك الإقامة ويشرع بالصلاة من دون إقامة إذن هما في هاتين المسألتين متفاوتين يعني لم يلتزم أليف دائما عنده حكم إلزامي في مقابل باء دائما عنده حكم ترخيصي في المسائل التي يختلفان فيها وإنما أحدهما عنده حكم إلزامي في مسألة والآخر ترخيصي بينما في مسألة أخرى انعكس الأمر كان لصاحب الحكم الإلزامي في تلك المسألة في المسألة الثانية عنده حكم ترخيصي والذي كان عنده حكم ترخيصي في المساله الاولى صار عنده حكم الزامي في المساله الثانيه، اذا يتفاوتان في الاحكام الالزاميه، لا يوجد يعني فقيه يلتزم الحكم الالزامي بشكل دائم وفي مقابله الاخر يلتزم بالحكم الترخيصي بشكل دائم، في مثل هذه الحاله سماحة السيد مدة ظله ماذا يقول هنا في مثل هذه الحالة لا بد من الجامع بين الأمرين والاحتياط في في بين الفقيهين في بعض الأحيان الاحتياط يقتضي التكرار والجمع كما ذكرنا ذلك في مسائل السابقة تفصلنا كيفية الاحتياط وفي بعض الأحيان لا هو الالتزام بالواجب وترك مثلاً المستحب وعدم الالتزام وعدم اعتباره مستحبا أو أنه الالتزام بالمحرم والامتناع عنه امتناع عن القيام بالعمل المحرم مثل الارتماس فلا يرتمس الصائم يترك الارتماس تماما حتى يكون عمله موافقا للاحتياط لاحظوا ماذا يقول هنا سماحة السيد وقال وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل اي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجه باللا حجه في الاحكام الالزاميه. هذا الاشتباه يؤكد هنا انه كان الاختلاف بينه بين الفقيهين كل مداره هو الاحكام الالزاميه. سواء اكان هذا الاختلاف في مساله واحده كما اذا افتى احدهما بوجوب الظهر والاخر بوجوب الجمعه. مع احتمال الوجوب التخيري لاحظوا هنا نؤكد أن هناك يبقى مع أنهما أحدهما أوجب الجمعة والآخر أوجب الظهر يبقى احتمال أن يكون الحكم الواقعي هو الوجوب التخيري وأن المكلف واقعا مخير في زمن غيبة الإمام عليه السلام أن يأتي بالجمعة أو يأتي بالظهر ففي مثل هذه الحاله يكون الاحتياط كيف؟ من خلال الاتيان بالجمعه والظهر حتى يتاكد المكلف انه قد ابرا ذمته امام الله سبحانه وتعالى، ام في مسالتين كان الاختلاف كما اذا افتى احدهما بالحكم الترخيصي في مساله والاخر بالحكم الالزامي في هذه المساله في تلك المساله وانعكس الأمر في مسألة أخرى وقد يكون ينعكس الأمر في مسألة ثالثة وينعكس الأمر في مسألة رابعة فإذا لا يوجد حكم إلزامي يلتزم به طرف دون الآخر قد يلتزم أليف بحكم إلزامي في ثلاث مسائل الفقيه باء في هذه الثلاث مسائل يلتزم بالحكم الترخيصي ولكن في مسائل ثلاثة أخرى أو في مسائل أربعة غير هذه الثلاثة أليف يلتزم بالحكم الترخيصي وباء يلتزم بالحكم الإلزامي ففي مثل هذه الحالة لا بد من الاحتياط واما اذا لم يكن كذلك اذا ينتقل الى الصوره الرابعه، الصوره الرابعه التي هي غير الصور الثلاثه التي يكون فيها حكم الزامي، وانما يكون فيها حاله تختلف عن الحالات الثلاثه، يعني اذا لم يكن كذلك يعني لم يكن من قبيل الحكم دوران الامر بين المحذورين او لم يكن من قبيل الـ الـ الاختلاف بينهما في الحكم الالزامي مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجز او لم يكن الاختلاف بينهما من قبيل اشتباه الحجه بالله حجه في الاحكام الالزاميه وانما في صوره رابعه حيث يكون الـ الـ يكون الاختلاف بينهما بحيث ان احدهما يكون عنده حكم الزامي دائما في كل المسائل التي يكون الآخر عنده حكم ترخيصي يعني في المسائل التي يتفقان فيها حينئذ كما ذكرنا يكون تخيير أما محل الكلام والإشكال أين في حالة الاختلاف ففي كل المسائل التي يختلفان فيها سواء كان الاختلافهم في مسألة واحدة أم في عدة مسائل نجد أن أحدهما لنفترض أليف دائما في في المسائل المختلف فيها عنده حكم إلزام وفي مقابله باء دائما في المسائل التي يختلف فيها مع أليف عنده حكم ترخيصي لاحظوا هنا إذا هذه الصورة تختلف عن الصورة الثالثة في الصورة الثالثة كان الحكم الإلزامي في قباله حكم ترخيصي بشكل متفاوت قد يلتزم بعض المسائل كما ذكرنا أليف بحكم إلزامي وفي مسائل أخرى لا باء هو الذي يلتزم يعني يكون عنده حكم إلزامي في حال الاختلاف أما في الصورة الرابعة والتي هي غير الصور الثلاثة يكون دائما الاختلاف بينهما في الحكم الإلزامي والآخر عنده حكم ترخيصي بشكل مستمر ودائم وهذا لا فرق فيه بين ان تكون مساله واحده الاختلاف بينهما او في مسائل متعدده فحينئذ لا يجب الاحتياط لا يجب الاحتياط فحينئذ يتخير المكلف في الالتزام براي احدهما يريد ان يلتزم بصاحب الاحكام الالزاميه لا باس لا مانع أو, او يلتزم بمثلا من كان عنده احكام ترخيصيه لانه بالنتيجه الحجه هي واحده اما صاحب الحكم الالزامي هو صاحب الحجه او صاحب الاحكام الترخيصيه هو قوله حجه دون الاخر ولكن حيث انه لا يوجد عندنا مرجح للاعتماد على احدهما والبراءة من الحكم الإلزامي يمكن جريانها في مثل هذه الحالة لأنه لا مرجح لقول صاحب الحكم الإلزامي على الآخر أو صاحب الحكم الترخيصي على الآخر بعد افتراض أنهما متساويان من ناحية الاحتمال الأعلمية لا يوجد احتمال أن أحدهما أعلم من الآخر ففي مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة يتخير المكلف يمكنه اختيار أي من الفقيهين، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو، أي نحو؟ هذا النحو الذي ذكرناه من ناحية الحكم الإلزامي لم يكن بينهما اختلاف الا في مساله واحده الا في مساله واحده او علم به علم بوجود الاختلاف في ازيد منها ازيد من مساله واحده في مسالتين في ثلاثه في خمسه في عشره لا مانع ولكن المهم انه في هذه المسائل المختلف فيها يكون أليف مثلا دائما عنده حكم إلزامي، حكم إلزامي واجب أو حكم إلزامي محرم، بالنتيجة عنده حكم إلزامي. وفي هذه المسائل العشرة التي يختلف فيها مع باء، دائما في هذه المسائل العشرة المختلف فيها باء عنده حكم ترخيصي. ففي مثل هذه الحالة يتخير المكلف أو علم به علم بالاختلاف في ازيد منها في ازيد من مساله واحده مع كون المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحدا ففي مثل هذه الحاله قلنا الاحتياط ليس بواجب ويتخير المكلف بين الفقيهين وان كان على كل حال الاحتياط هو من الامور الحسنه الى هنا ينتهي الحديث في هذه المسألة التاسعة بصورها المتعددة التي ذكرناها والتي أوضحناها إن شاء الله في السبورة وفي المخطط الذي يعني أطلعناكم عليه وينتهي الحديث في هذه المسألة بقية الكلام في الدرس اللاحق إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في حال الْعَبْدِ يَا أَللَّهَ فَاسْتُمْ وَاغْفِرْ وَارْحَمْ